السلام عليكم ورحمة الله. مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. وزير السياحة يكشف أمام مجلس الشورى عن مرتكزات الاستراتيجية العمانية للسياحة، وأعضاء المجلس يطالبون بمراجعتها. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي تواصل اجتماعاتها بمدينة صلالة وسط تفاؤل للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة أطراف الحوار. الرئيس السوري يصف استعادة قواته لمدينة تدمر بالإنجاز المهم بعد معارك خلفت 400 قتيل في صفوف داعش. وفي أخبار الاقتصاد نتابع. أكثر من 39 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروع البنية الأساسية لمنطقة سمايل الصناعية. أما في النشرة الرياضية فتتابعون: نادي النصر يتوج بلقب كأس مازدا للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه بهدفين نظيفين على نادي صحاب. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهني إلى فخامة الرئيس محمد ويسوفو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. أعرب جلالته من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بوافر الصحة والهناء، آملا له التوفيق والنجاح في قيادة شعب النيجر الصديق للمزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. كشف معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أمام مجلس الشورى عن عدم وجود مفاوضات خليجية استثمارية في جزيرة مصيرة، كما أن الوزارة لم تعلن عن مشروع واحة عمان في ولاية شناص. وأوضح وزير السياحة أنه تم سحب 22 قطعة أرض سياحية في محافظة ظفار من المستثمرين لعدم جديتهم، مضيفا أن إيرادات الخريف المنصرم وصلت إلى 180 مليون ريال عماني. باسمي واسمكم جميعا إخواني أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام، لم يبدأ بعد تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة، ومشروع قانون السياحة ما زال في الانتظار. أمام مجلس الشورى وزير السياحة يدلي ببيان الوزارة الذي ذهب فيه الأعضاء إلى الكيفية التي يتم فيها تنفيذ الاستراتيجية قبل اعتماد القانون. تعول حكومة السلطنة على تنمية وتطوير القطاع لتحقيق التنويع الاقتصادي كاستراتيجية تحظى بأولوية قصوى لتقليل الاعتماد على النفط وتفادي عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يسببه تذبذب أسعار النفط عامة والهبوط الحاد الذي نشهده هذه الأيام على وجه الخصوص، ويمثل توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية أولوية أخرى بالنسبة لحكومة السلطنة، وتركز سياسات الدولة على الاستفادة من تنمية وتطوير قطاع السياحة في تحقيق هذه الغاية. إلى خريف محافظة ظفار، حيث إيرادات العام الماضي التي وصلت إلى 180 مليون ريال عماني، تم الكشف عن سحب 22 أرضاً تابعة لوزارة السياحة لعدم جدية المستثمرين، فيما أوضحت الوزارة أن إنشاء دورات المياه ليس من اختصاصها.
شدني من 70 إلى 90% فشل هذه الاستراتيجية. معاليكم دعني أنتقل بك إلى يعني قبلة السياحة في عمان وأحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة وهي محافظة الظفار. ولكن عندما يأتي السائح وينظر إلى البنية التحتية وإلى المرافق السياحية يصاب بالصدمة. تساؤلات وردت حول مشروع واحة عمان في ولاية شناص الذي لم تعلن عنه وزارة السياحة أساسا، فيما ذهب الحوار إلى إمكانية تحويل الأراضي المتملحة في محافظة شمال الباطنة إلى أراضي سياحية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، كما ذهب الحديث حول الزحام في المنفذ الحدودي الوجاجة الذي علق فيه عدد من الزوار الأجانب لفترات طويلة، كما تم مناقشة الإغلاق المتكرر لكهف الهوتة الذي تبين أنه بسبب فيضان الكهف من المياه وأنه سيفتتح قريبا، إلى جزيرة مصيرة حيث أكد وزير السياحة أنه لم يتم الدخول في مفاوضات حول استثمارات خليجية، مشيرا إلى أنه تم وضع دراسة للاستثمار وأن الوزارة لم تستلم المواقع بعد. لم يتطرق البيان الوزاري ماذا حدث للمشاريع التي تم تنفيذها، هل هي ما زالت ناجحة، هل هي ما زالت متعثرة، كذلك المشاريع اللي تحت التنفيذ. البيان الوزاري لم يتطرق إلى الجدول الزمني، هل هي مع الجدول الزمني، هل هي مع التكلفة التي رصدت لها. وبالنظر حقيقة للأرقام فإن القطاع السياحي يعني يعتبر نوعا ما فيه شيئا من الضعف، وحقيقة الرؤية الوطنية من سنة 95 كانت تركز على تنويع مصادر الدخل، ولكن القطاع السياحي حقيقة لم 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 يعني يؤتي أثره الواضح على المجتمع. هناك تداخل في الاختصاصات هو الأمر الذي يوضحه أعضاء مجلس الشورى، فيما يؤكد وزير السياحة أن لغة الأرقام تسير بشكل جيد على الرغم من تضارب الإحصائيات الصادرة من وزارة السياحة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. من المؤمل أن يساهم القطاع السياحي في الناتج القومي للبلاد بنسبة أكبر خلال المرحلة المقبلة، فهل ستكسب الاستراتيجية العمانية للسياحة الرهان بتخطيها نسبة 2% في الوقت الذي بدأت فيه الخطة الخمسية التاسعة؟ من مجلس الشورى فارس بجمع الوهيبي مسقط. تتواصل في مدينة صلالة اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي. الاجتماعات التي جاءت بدعم من السلطنة برعاية الأمم المتحدة أبدى المشاركون فيها تفاؤلهم للتوصل إلى حل للمسائل المختلف عليها في الدستور. مع دخولها أسبوعها الثاني لا تزال جلسات الحوار الليبي مستمرة حول صياغة الدستور الليبي الجديد، في الوقت الذي يعود فيه مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى صلالة محملا بالأمال في تحقيق تقدم في نتائج الحوار نحو صياغة مواد الدستور الذي يحدد مستقبل الحياة في ليبيا. كانت عدة قضايا كان المختلف عليها، كقضية العاصمة وقضية كيفية بناء الشكل ونظام الحكم خاصة في الغرفتين في السلطة التشريعية، وأيضا فيما يخص بقضايا المكونات. ولكن الحمد لله أعتقد أن احنا الآن قطعنا شوط كبير من ناحية التوافق، ونتمنى أن يكتمل هذا التوافق إن شاء الله. وبحسب المراقبين القريبين من جلسات الحوار المتواصلة صباحا ومساء، فإن المتحاورين قطعوا شوطا كبيرا نحو التوافق الوطني على إقرار الدستور الجديد المشتمل على كل ما يحفظ حقوق الليبيين بكافة مكوناتهم، وعربوا عن الأمل في تحقيق نتائج مشجعة على إقرار مشروع الدستور الجديد. طبعا الأجواء مختلفة عما كان في السابق، أجواء أعتقد أنها إيجابية وأجواء جيدة، وكذلك الحوار مختلف عما كان يحدث في بيضة أو في تونس. أعتقد هناك جدية للوصول إلى شيء سنتفق حوله ونتمنى ذلك، ولكن النتائج ما زالت غير جاهزة أو ناضجة، وإن شاء الله نصل إلى رؤية نتوافق حولها إن شاء الله. جدير بالذكر أن جلسات الحوار بين أعضاء هيئة صياغة الدستور قد انطلقت رسميا برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السلطنة في منتجع روتانا بمدينة صلالة، وينتظر أن يستمر الحوار
وسط هذه الأجواء المفعمة بالتفاؤل وأن تشهد السلطنة ولادة الدستور الليبي الجديد. تواصل جلسات المشاورات لأعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد وصياغة مشروع الدستور الليبي مؤشر إيجابي قد يفضي في الأيام القادمة إلى الوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف. باسل بن محمد الرواس من محافظة ظفار صلالة. وصف الرئيس السوري بشار الأسد الانتصار الذي حققته قواته بتحرير مدينة تدمر من قبضة مسلحي تنظيم داعش بالإنجاز المهم. عملية الجيش السوري لاستعادة المدينة الأثرية خلفت 400 قتيل من مسلحي داعش. ارتياح كبير بدا على الرئيس السوري بشار الأسد وهو يستقبل في دمشق وفدا برلمانيا فرنسيا. ارتياح الرئيس الأسد جاء نتيجة الانتصار الذي حققته قواته بالسيطرة على مدينة تدمر، وأشاد الرئيس السوري بذلك الانتصار بوصفه إياه بالإنجاز المهم، وأنه يؤكد نجاح الاستراتيجية العسكرية للقوات السورية وحلفائها في الحرب على الإرهاب. انتصار الجيش السوري في تدمر جاء بعد أكثر من عام على سيطرة مسلحي تنظيم داعش على المدينة الأثرية وتدمير العديد من معالمها التاريخية. وخاضت القوات السورية معارك عنيفة مع أفراد التنظيم المسلح استمرت نحو 3 أسابيع. بعد سلسلة من العمليات الواسعة التي تميزت بالدقة والفاعلية، أنجزت وحداتنا العامل على اتجاه ريف حمص الشرقي بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية وبدعم وإسناد من سلاحي الجو السوري والروسي مهامها بنجاح، وأعادت الأمن والاستقرار إلى مدينة تدمر، وأحكمت سيطرتها الكاملة على الجبال والتلال الحاكمة المحيطة بها. وبدعم من طائرات روسية جوا ومجموعات مسلحة برا، تمكنت أولى طلائع القوات السورية من دخول تدمر الخميس الفائت قبل أن ترفع راياتها على أنحاء المدينة. وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عملية الجيش السوري لاستعادة مدينة تدمر خلفت 400 قتيل من مسلحي داعش على الأقل، ونحو 100 قتيل من القوات السورية والجماعات الموالية. ويمهد انتصار تدمر الطريق أمام القوات السورية للوصول إلى مدينة الرقة العاصمة الفعلية لتنظيم داعش، ومنها إلى مدينة دير الزور شرق سوريا والتي يتقاسم السيطرة عليها مسلحو التنظيم وفصائل مسلحة أخرى. في اليمن، قال شهود عيان إن هجمات نفذتها طائرات بدون طيار قتلت 8 رجال يشتبه في انتمائهم للتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب العاصمة صنعاء. يأتي هذا فيما قتل 16 من مسلحي الحوثي وحلفائهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع القوات الموالية للرئيس هادي وقصف للتحالف العربي على مواقع بمدينة تعز. وقالت مصادر يمنية إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للحوثيين في تبة الخزان ودمرت حقل ألغام، كما استهدفت الغارات حدائق الصالح وجبلي هاد وحبشي ومناطق الأصفرة، حيث أسفر القصف عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. فر الآلاف من سكان مدينة الموصل بالعراق من منازلهم بعد أن شنت القوات العراقية حملة عسكرية ضد مسلحي داعش في المدينة. كما يستعد الجيش العراقي لشن هجوم واسع لاستعادة مناطق عدة في محافظة الأنبار من تنظيم داعش. ودع سكان الموصل قراهم ليسلموها إلى القوات العراقية التي بدأت حملة عسكرية لطرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة. منطقة المخمور كانت وجهة الكثير من عائلات الموصل بعد عبورهم خطوط التماس باتجاه قوات البشمركة التي قامت باستقبالهم. القيادة العسكرية للجيش العراقي أكدت أن معارك جرت قرب 4 قرى غرب قضاء مخمور، وأنشأ الجيش قاعدة عسكرية على مسافة 60 كيلومترا جنوبي الموصل إلى جانب قوات البشمركة وبدعم من القوات الأمريكية. ووصفت الحكومة العراقية العمليات العسكرية بأنها المرحلة الأولى
ضمن حملة عسكرية لتحرير مدينة الموصل، وتأتي بعد أشهر قليلة من فرض القوات العراقية سيطرتها بشكل عام على الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار. كما يستعد الجيش العراقي لشن هجوم واسع لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الأنبار. اعتقلت السلطات الإيطالية بالقرب من مدينة نابولي شخصا مطلوبا للقضاء البلجيكي يشتبه بضلوعه في تفجيرات باريس وبروكسل الأخيرة. وقالت السلطات الإيطالية إن المعتقل يشتبه بانتمائه إلى شبكة تقوم بتزوير أوراق ثبوتية وتشجيع على الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال جاءت بموجب مذكرة أوروبية صادرة في بلجيكا في إطار التحقيق حول وثائق مزورة استخدمها الانتحاريون في باريس وبروكسل. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع خارج منتزه جولشان إقبال في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب في باكستان إلى 59 قتيلا. وأفادت السلطات الباكستانية بأن التفجير أسفر كذلك عن إصابة 120 شخصا آخرين بجروح متفاوتة، مضيفة أن الانتحاري نفذ هجومه أثناء خروج الزوار من المتنزه. النشرة مستمرة مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. المؤتمر الثالث لزهرة الأوركيد بتايلاند يؤكد بقائها في مقدمة صادرات بلدان المحيط الهادئ. احب اتمدد على الكنبه وما يكون في وسع جنبي للعائله، قررنا نبيع الكنبه ونشتري طقم اكبر، صورناها وحطيناها على تطبيق اوليكس وبعناها، الاعلان مجاني وما دفعنا اي عموله والقبض من المشتري نقدا. مع اوليكس البيع والشراء والاسهل. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة. ألترا جولد ثمينة. نساهم جميعا في الدراسة الدولية بيرز 2016 من أجل عمان، مع تحيات وزارة التربية والتعليم. السياحة يكشف أمام مجلس الشورى عن مرتكزات الاستراتيجية العمانية للسياحة، وأعضاء المجلس يطالبون بمراجعتها. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي تواصل اجتماعاتها بمدينة صلالة وسط تفاؤل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة أطراف الحوار.
السوري يصف استعادة قواته لمدينة تدمر بالإنجاز المهم بعد معارك خلفت 400 قتيل في صفوف داعش. أهلا بكم من جديد. عدد من قرى ولايات الرستاق يشهد تسربات مياه الصرف الصحي والتي باتت تلوث مياه الأفلاج والمزارع عوضا عن الانبعاثات والروائح التي تنتشر في أجواء القرى. الأهالي يتطلعون إلى إيجاد حل سريع لمعالجة هذه التسربات والتي تغطي أجزاء واسعة من الولاية. هذه المياه المتدفقة في قرية الغشب بولاية الرستاق تبدو للوهلة الأولى أنها مياه الأودية، إلا أن الواقع غير ذلك. إنها شبكة الصرف الصحي التي تؤرق الأهالي، تلوث وروائح في كل مكان، ومياه المجاري اخترقت الأزقة والطرقات. كما تعلم لأن أوساخ ما حد يعرف، إنسان غريب كذلك ما يعرف عنه، ربما كان يخبش أو يغسل يديه يتشرب، هذا ما يصافي وهو لا مشترش مع البوالية. وليس ببعيد عن قرية الغشب، فهذه البحيرة في قرية توبل من مياه المجار الناجمة عن تسربات الشبكة ملأت المكان وامتدت لتلوث الفلج والمزروعات. ما يرضى انك ذاك خجز توبل وخجز الطيخة والغشب، حرام كذاك، والفلج تو مرة زادوه سبب كل حاجة من خي السنة. هذه النخيل تقف عاجزة عن رد قدر هذه المجاري التي وجدت طريقها من هذه النقطة من الصرف، وبات المشهد والصورة أبلغ من التعبير. كلمنا الشركة اللي هي شركة حياة، كلمنا شركة حياة عن الموضوع، فقال نحن نبى نعالج الموضوع. متى يعالج الموضوع؟ هل المعالجة هذه بتتم بيوم ليلة؟ أكيد لا، أكيد لا. البلدية خاطبنا البلدية، قالوا إحنا البلدية ما مسؤولين، خلاص سلموا الشركة. وصل الموضوع إلى أربع مستويات، حتى الحين مثل ما أنتم شايفين كلنا نعاني، كل واحد يعاني الحين. تم نقاش الموضوع في مجلس البلدة، وتم رفع الموضوع إلى الوزير المختص، ومن ثم جاءنا الرد يعني من قبل مدير عام البلديات الإقليمية على أن شركة حياة سوف تستلم هذا المشروع. البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة أسندت الشبكة لشركة حياة للمياه. حاولنا التواصل إلا أن الرد أتى بعدم التخويل الحديث، فلا مكتب يمثل الشركة في ولاية الرستاق يمكننا الوصول إليه، ولا تحرك سريع لعلاج هذا الخلل الذي مر عليه أكثر من شهر وبات يتعاظم ويؤثر على كافة أرجاء الولاية. في الوقت الذي يتطلع فيه سكان ولاية الرستاق لاستكمال شبكة الصرف الصحي في كافة أرجاء الولاية، بات الهاجس الأول هو إصلاح وصيانة هذا الخلل. فهل من انفراجة قريبة لحل هذه المشكلة؟ عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. هذا وأكدت شركة حياة للمياه أنه تم إيقاف تسريبات شبكة الصرف الصحي مساء اليوم في بعض قرى ولاية الرستاق، مشيرة إلى أنها ستقوم باستبدال مضخات المياه والألواح الكهربائية المتحكمة بشبكة التصريف في غضون يومين، وذلك خلال تواصلنا في نشرة سابقة مع المختصين بالشركة. تم توقيف كل التصريف اللي كان يطلع من الشبكة، وحاليا الشركة شغالة على يعني الحلول المبدئية تم اتخاذها، وحاليا ما في أي تسرب ظاهر في السطح. الحلول الدائمة سيتم استبدال معظم المضخات اللي موجودة، مضخات مناسبة لرفع هذه الكميات الإضافية اللي موجودة في الشبكة، وأيضا استبدال اللوح التحكم اللي موجودة. مؤتمر عمان الثاني للإعلام والعلاقات العامة تحت عنوان الإشاعة والإعلام يناقش ظاهرة تنامي الإشاعة وكيفية مواجهتها من خلال 18 ورقة في مختلف جوانبها القانونية والاقتصادية والإعلامية والتقنية. المؤتمر يستعرض على مدى يومين تجارب عملية لترويج الإشاعات والرد عليها من قبل المؤسسات المعنية. رعى المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية والإعلامية للإشاعة وتأثيرها في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى العقوبات المنصوصة لمروجيها،
أبرز ما ناقشته جلسات مؤتمر عمان الثاني للإعلام والعلاقات العامة. الخطاب الإعلامي يعكس المستوى الحضاري والثقافي للمجتمع، ونحن في السلطنة بفضل الفكر السامي لمولانا عزه الله يتميز الخطاب الإعلامي بالاتزان والاعتدال. طبعا موضوع المؤتمر هو موضوع الإشاعة والإعلام. الإشاعة طبعا هناك موانع أخلاقية وقانونية تمنع الإشاعة. الإشاعات اليوم تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات والتقنيات لنشر هكذا إشاعة، وعندما يتعلق الأمر بالجانب الرقمي بغض النظر عن التقنية المستخدمة، كانت هاتف نقال أم جهاز حاسب آلي أم جهاز لوحي، ففي كثير من الأحيان بطبيعة الحال يخلف مروجوا هكذا إشاعات أدلة ضمن أجهزتهم تمكن مؤسسات إنفاذ القانون وجهات العدالة في التعرف عليهم. وعليه يعمل المختبر الوطني للأدلة الرقمية على تحليل هكذا أدلة، بحيث يتم تزويد مؤسسات إنفاذ القانون بما يثبت أو ينفي يعني ارتكاب هكذا أشخاص لمثل هكذا شائعات. المؤتمر يشهد مشاركة 18 خبيرا وأكاديميا يستعرضون عدة تجارب عملية لمواجهة الإشاعات وسبل الحد من خطورتها، بالإضافة إلى التطرق للأبعاد القانونية والأمنية والاقتصادية والتقنية للإشاعة ودور الجهات الحكومية والأهلية في مواجهتها والجهود المبذولة من قبل المؤسسات المعنية. فيما يتعلق بالإشاعة طبعا القانون نظم هذه المسألة من خلال قانون الجزاء العماني ومن خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأيضا من خلال قانون تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى أيضا ممكن رفع دعوى مدنية من خلال قانون المعاملات المدنية للحصول على تعويض. في القطاع الاقتصادي أكثر تأثرا، على اعتبار أنه يعني شركات تتأثر بشكل كبير من هذه الشائعات نتيجة أنها غالب الأعم تكون منظمة وممنهجة. في سوق الأوراق المالية أيضا هذه العملية تتم بشكل ممنهج، ومن ثم يعني يتكبد الكثير من المستثمرين والشركات خسائر كبيرة نتيجة هذه الممارسات الغير مسؤولة والتي غالبا ما تكون ممنهجة. المؤتمر يأتي في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعطي للإشاعة مجالا خصبا مع تبادل المعلومات والبيانات بصورة خاطئة ومسيئة للفرد والمجتمع، تثير الكثير من المغالطات والممارسات غير الإيجابية التي تتطلب الحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها. العلاقات الطيبة بين السلطنة ودولة قطر بحثها معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع خلال استقبال سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر الشقيقة المعتمد لدى السلطنة، كما تم خلال الاجتماع بحث بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. مؤشرات قطاع التأمينات الاجتماعية في السلطنة تشهد تفاعلا نشطا من قبل الأفراد العاملين في المنشآت الخاصة أو العاملين لحسابهم الخاص. الإحصاءات حتى نهاية فبراير الماضي سجلت ما يزيد على 210 آلاف شخص مؤمن عليهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و30 عاما. نظام التأمينات الاجتماعية أحد أبرز الأنظمة المعنية بحقوق العاملين في القطاع الخاص، والتي تكفل لهم حقوقهم في حالات خاصة منها بلوغ سن التقاعد. يشهد هذا النظام في السلطنة تفاعلا واضحا ونشطا من قبل الأفراد المؤمن عليهم العاملين في المنشآت النشطة وآخرين ممن يعملون لحسابهم الخاص. هذا التفاعل كشفت عنه أحدث المؤشرات والإحصاءات الصادرة في نهاية فبراير الماضي، حيث قارب عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية 16,000 منشأة، ومعها تجاوز عدد المؤمن عليهم النشطون العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة 210,000 شخص، ممن تتركز أعمارهم بين 26 و30 عام، وهم من يشكلون نسبة 24.6% من إجمالي المؤمن عليهم.
ولأن قانون التأمينات الاجتماعية يعنى في المقام الأول بالعاملين المنتهية خدماتهم إما بالاستقالة أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، فقد سجل النظام ما يفوق 10,000 شخص ممن انتهت خدماتهم، فيما صرفت منافع تأمينية لعدد 110 حالات ممن تسببت إصابتهم في الحيلولة دون استمرار عطائهم في العمل. نظام التأمين للعاملين على حسابهم الخاص كالمزارعين وأصحاب سيارات الأجرة والصيادين وأصحاب بعض الحرف التقليدية هو الآخر يشهد نشاطا ملحوظا في أجندة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد تجاوز عدد المؤمن عليهم من العاملين في مؤسساتهم الخاصة حتى نهاية فبراير الماضي إلى 7,400 شخص. قانون التأمينات الاجتماعية من شأنه أن يضمن العيش الكريم للعامل ولأسرته، وعليه فإن التفاعل معه يدفع بمزيد من حفظ الحقوق. ونصل بكم إلى الأخبار الاقتصادية بصحبة الزميل أحمد بن راشد الهنائي. مساء الخير أحمد. مساء النور حنيفة. أحمد، المساحة القادمة من الوقت لديك. شكرا جزيلا. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. السلام عليكم مشاهدينا. أكثر من 39 مليون ريال عماني إجمالي تكلفة مشروع البنية الأساسية في منطقة سمايل الصناعية بمحافظة الداخلية. المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه عام 2017 أنجز منه 15%. منطقة صناعية أخرى تضاف إلى عدد المناطق الصناعية بالسلطنة، إنها منطقة سمائل الصناعية التي تقوم على مساحة 753 هكتارا مربع بتكلفة تتجاوز 39 مليون ريال عماني، تشمل قيمة تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة. الموقع الجغرافي للمنطقة سيساهم لتمييز المنطقة التي تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مسقط والشرقية في رفع القيمة المضافة، الأمر الذي سيجعلها تتبوأ مكانا استراتيجيا في دفع قطاع الصناعة وعملية التنمية بالبلاد. وقد تضمنت التكلفة الإجمالية للمشروع في تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة والتي شملت أعمال طرق بطول بلغ أكثر من 56 كيلومتر، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة مياه بطول 58 كيلومتر. كما شملت التكلفة توفير خدمة اتصالات متطورة لتسهيل عملية التواصل بين المستثمرين، حيث شمل تنفيذ شبكة خطوط ألياف بصرية بطول بلغ 41.22 كيلومتر توزعت على مرحلتين. المنطقة التي من المؤمل جاهزيتها في الربع الأول من عام 2017 تسعى إلى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات من داخل وخارج السلطنة، وستركز في تقديم خدماتها وفقا لمتطلبات المستثمرين، وستذهب لأبعد من توقعات المستثمر نفسه وكذلك الموردين ومن له علاقة بالمنطقة. يوسف بن سعيد، الرواحي. بلغت قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر فبراير الماضي بمحافظة ظفار 14,760,900 ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها 261,364 ريالا عمانيا، وذلك من خلال 2,123 تصرفا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات والقسمة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة 1421 سند ملكية على مستوى ولايات المحافظة، منها 35 سند ملكية صدرت لأبناء دول مجلس التعاون. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية.
نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أنا دايماً أختار لأولادي حليب الصفوة لأنه غني بالكالسيوم والفيتامينات وخالي من المواد الحافظة، ولأنه يمنحهم الحيوية والنشاط. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم من جديد. سجلت السلطنة ارتفاعا في قيمة عرض النقد البالغ 5,300,000,000 ريال عماني حتى نهاية يناير من العام الجاري، ويعزو البنك المركزي العماني هذا الارتفاع إلى زيادة النقد المتداول بين الجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الودائع بالعملة الأجنبية. في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، سجلت السلطنة ارتفاعا في قيمة عرض النقد بنسبة 6%، مسجلة 5,300,000,000 ريال عماني حتى نهاية يناير من العام الجاري. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني عن بيانات المسح النقدي، يعزي هذا الارتفاع إلى زيادة النقد المتداول بين الجمهور متوازيا مع زيادة في قيمة الودائع المالية. وبنسبة 10.2% نمت أيضا قيمة شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع الآجل بالريال العماني، بالإضافة إلى شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية وجميع الودائع بالعملة الأجنبية. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت تراجعا طفيفا في كل من الودائع والاقتراض في نهاية يناير من العام الجاري، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني بنسبة 1%، بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض بنسبة 1.4%، وذلك في نهاية يناير 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري. أقر مجلس محافظي البنك المركزي خلال اجتماعه الأول لهذا العام عدة قرارات، أهمها الموافقة على الطلب المقدم من بنك مسقط بفتح مكتب تمثيل له في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما قرر المجلس عدم السماح بتأسيس شركات صرافة جديدة في الوقت الراهن والتوقف عن منح تراخيص جديدة للسنتين القادمتين، ووافق المجلس على طلب شركات التمويل والإيجار بالسلطنة للسماح لها بقبول الودائع من الشركات وفق الشروط والضوابط. سجل المؤشر الرئيسي للسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي أفضل مستوى إغلاق للعام الحالي، وقفز فوق مستوى 5,500 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أكثر من 16 مليار ريال عماني، مسجلة مكاسب ب 255,200,000 ريال عماني، كما شهد السوق أيضا تحسنا في حجم التداول الذي بلغ 26,100,000 ريال عماني مقابل 18,700,000 ريال عماني في الأسبوع الماضي، مسجلا صعودا بنحو 39%. ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. حفاظا على الموروث العماني الأصيل وتشجيعا لملاك الهجن والخيول العربية الأصيلة، أقيمت فعاليات مهرجان الصافن بولاية عبري. المهرجان صاحبه عرض لبعض الفنون العمانية المغناة. رعى فعاليات المهرجان صاحب السمو سيد فيصل بن تركي آل سعيد. على مدى 3 أيام متواصلة كان ميدان الصافن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة على موعد مع المهرجان التراثي لمزاينة الهجن
وركض العرضة والتميز وأشواط الإثارة. السبب الأساسي أن القائمين على هذه الفعاليات محتاجين يدخلوا في الجانب اللي هو التسويقي. التسويقي بطريقة أن تفهم هذه الشركات، إذا كانت الشركة تلعب دور في أنها تعزز اللي هو جانب المواطنة أو دعم الفعاليات اللي فيها مشاركة على الصعيد الوطني، يفترض أن كذلك تقدم بهذه الطريقة، أنك عدد كبير من المواطنين وهذا يحافظ على الموروث. بالعكس، دعم الشركات للمواطنين يمكن المواطنين كذلك من الاستمرار، المحافظة على هذا الموروث وهذا التراث، وكذلك توظيف الأشخاص الآخرين فيه. تعتبر هذه المزاينة نقطة تواصل بين أبناء السلطنة وملاك الهجن في هذا التجمع التراثي الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على الموروث وأيضا نشر هذه الرياضة وتنشيط حركة تجارة الإبل. المهرجان كان فرصة سانحة لأصحاب الهجن من مختلف محافظات السلطنة للمشاركة في فعاليات المهرجان التي تنوعت بين مزينة الفطامين والحجاج بكار والجعدان والحيران، بالإضافة إلى المشاركات الأخرى. دائما يعني يحصل فيه بيع وشراء، وإحنا ننتظره كأصحاب الإبل وأصحاب البوش، ننتظره سنويا من هذا المهرجان، ودائما يكون فيه متواجدين، والحمد لله رب العالمين الجميع استفاد من هذا المهرجان. والله إذا الفعاليات ممتازة، فيه شفنا ناس، فيه مجموعة من الناس حضروهم من جميع السلطنة في المزاين، في الركض الطويل، في العرضة. لم يقتصر المهرجان على ركض العرضة أو المزاينة، بل جسدت الفنون العمانية المغناة أرض المهرجان والذي حظي بمشاركة واسعة. تساهم هذه المهرجانات والفعاليات التي تقام بين الفينة والأخرى في الحفاظ على الموروثات العمانية الأصيلة التي تزخر بها ولايات السلطنة. محمد بن سعيد العلوي، ولاية عبري، محافظة الظاهرة. وننتقل إلى الأخبار الرياضية مع عبد العزيز الهيدي. عبد العزيز، مساء الخير. مساء الأنوار، شكرا لك قيس. إذن يبدو النصر يتوج بكأس مازدا. بالفعل يتوج النصر على حساب صحار بكأس مازدا. تفضل. شكرا. أهلا بكم مشاهدي الأحبة، نفتتح الأخبار الرياضية بخبر مغادرة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم متوجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران لمواجهة المنتخب الإيراني هناك بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة للتصفيات الآسيوية المزدوجة. وكان المنتخب قد اختتم تحضيراته الأخيرة بثلاثة تدريبات تحت إشراف المدرب الإسباني كارو لوبيز، وذلك عقب مباراة غوام التي حقق فيها المنتخب الفوز بهدف وحيد سجله اللاعب الدولي أحمد كانو. ويسعى المنتخب للفوز بالنقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة في ظل سعي المنتخب الإيراني للدفاع عن صدارته للمجموعة. توج النصر بكأس مازدا للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على صحار بهدفين نظيفين على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث افتتح النصر التسجيل بهدف في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول أحرزه اللاعب المتألق مازن السعدي. وضاعف الملك النتيجة في الدقيقة 65 من عمر اللقاء عن طريق محمد جمال، لتمضي بعدها المباراة سجالا بين الفريقين حتى أتت صافرة النهاية معلنة فوز النصر بهدفين نظيفين متوجا بلقب البطولة. الكأس الغالية، كأس بطولة كأس مصر 2015-2016، مبروك لنادي النصر هذه المباراة في هذه على حساب نادي السيد 2014-2015، نادي فجة على حساب نادي ظفار. في مباراة دولية ودية فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني بطل العالم لكرة القدم في العاصمة برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تقدمت ألمانيا بهدف في الشوط الأول من توني كروس، وضعف ماريو غوميز تفوق فريقه في بداية الشوط الثاني.
غير أن إنجلترا شنت هجمات قوية وسجلت 3 أهداف في نصف ساعة، أحرزهم كل من هاري كين وجيمي فاردي وإيريك داير. تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستنطلق شهر يونيو المقبل في فرنسا. في عالم الكرة الصفراء، تأهل البريطاني أندي موراي إلى الدور الثالث من بطولة ميامي المفتوحة للتنس على حساب الأوزبكي دينيس إستومين. موراي كسر إرسال خصمه مبكرا ليسيطر تماما ويفوز بالمجموعة الأولى 6-3، وكانت المجموعة الثانية ذات مستوى متقارب، لكن موراي فاز بها بواقع 7-5 ليتأهل إلى الدور الثالث والذي سيواجه فيه البلغاري غريغور ديمتروف. ولا زلنا مع بطولة ميامي المفتوحة للتنس ومع مفاجأة البطولة، حيث انسحب المصنف الخامس الإسباني رافائيل نادال بعد تأثره بدرجة الحرارة المرتفعة والإرهاق الشديد أمام البوسني ديمير جيمهار، حيث بدأ نادال المباراة بشكل جيد وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6 أشواط مقابل شوطين، غير أن خصمه البوسني كسب المجموعة الثانية 6 أشواط مقابل 4، وقام الطبيب بفحص ضغط دم نادال في المجموعة الثالثة بعد إحساسه بإرهاق شديد، ليقرر بعدها نادال الانسحاب مهديا الفوز للبوسني ديمير. تفوق فريق أتلانتا هوكس على ديترويت بيستونز ب 112 نقطة مقابل 95 ضمن دور الرابطة الأمريكية لمحترفي كرة السلة. أتلانتا بدأ المباراة بقوة وتقدم ب 12 نقطة في الشوط الثاني بعد رميات محكمة من لاعبه بول ميلساب الذي مضى ليسجل 23 نقطة، بينما أحرز توبايس هاريس 21 نقطة ليفوز ديترويت، وقد تقدم أتلانتا هوكس بنهاية الشوط الأول، تبعه الثاني والثالث ومضى ليفوز بالمباراة عن جدارة ب 112 نقطة مقابل 95 نقطة. وفي سباقات التحدي، سيطر الكينيون على سباقي الرجال والسيدات في سباق النصف ماراثون العالمي في العاصمة الويلزية كارديف، ونجح العداءان الكينيان جيفري كومورور وبيدان كاروكي في تصدر السباق والابتعاد عن البريطاني فرح الذي ركض بسرعة كبيرة في الأمتار الأخيرة تحت الأمطار لضمان المركز الثالث. وفي سباق السيدات، فازت الكينيات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حلت في المركز الأول باسكاليا بعد أن قطعت المسافة في 67 دقيقة و31 ثانية. ختام الأخبار الرياضية، شكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن وطيب المتابعة، ولا تنسوا أن المشي ولو لنصف ساعة يوميا يقينا من العديد من الأمراض بإذن الله تعالى. في أمان الله. استعراض
افتراض لأفضل أنواع زهور الأوركيد والطرق الحديثة لزراعتها تعقد في تايلاند الدورة 12 من مؤتمر الأوركيد في بلدان المحيط الهادي. وتشكل حصة صادرات المنتجات التايلاندية من هذه الزهرة ما نسبته 30% من إجمالي صادرات المنتجات العالمية. شرق آسيا الوجهة الأكثر جذباً لعشاق السفر، ومن يصل إليها عله يستشعر الاهتمام الكبير بزهرة الأوركيد. ففي تايلاند هي رمز يعتزون به، وربما سيلاحظ المسافرون على درجة رجال الأعمال أن صالة الانتظار في مطار بانكوك تحمل مسمى الأوركيد. كما كانت الخطوط الجوية التايلاندية توزع هذه الزهرة على المسافرين عبرها، ناهيك عن الحدائق الضخمة المخصصة لهذه الزهرة فقط. في عام 1981 اعتبرتها سنغافورة الزهرة الوطنية لها، وفي ماليزيا تحتضن مدينة كوتشينغ حديقة كبرى خاصة بالزهرة المعروفة بزهرة الملوك الأوركيد. ولأهمية هذه الزهرة يجتمع أكثر من 300 خبير وباحث وزارع لهذه الزهرة في مؤتمر يحمل عنوان الأوركيد في بلدان المحيط الهادي المنعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لتبادل الأفكار حول الطرق الحديثة في زراعة الأنواع المختلفة وعمليات التهجين المتطورة للإكثار من زراعة الأوركيد في ظل النمو المتسارع الذي تشهده هذه البلدان. يقول الياباني يوشيهيرو هاناشيرو من جمعية كوراشيما أوكيناوا للزراعة: جمعيتنا تتحدث عن الطرق التي تستخدمها في زراعة الأوركيد، فعدد فصائل الأوركيد يتناقص حول العالم خاصة في اليابان التي تشهد نموا ملحوظا، وقد أصبح من الأهمية بمكان إيجاد طريقة مناسبة. وليس بالضرورة أن يشارك في المؤتمر باحثون ومختصون، فعشاق الأوركيد موجودون أيضا، ومنهم الأمريكي بيل توماس الذي بدأ باقتناء هذه الزهرة منذ أن كان في 18 من عمره، والآن وهو بعمر 64 لازال مهتما بمعرفة كل جديد بشأن هذه الزهرة التي سحرت. ويبحث العديد في هذا المؤتمر حول كيفية زراعة زهور الأوركيد الأصغر حجما بسبب التوسع العمراني. وتقول جون إليوت نائبة رئيس جمعية جنوب شرق آسيا للأوركيد ومقرها سنغافورة: في سنغافورة لقد وضعنا نمطا جديدا لزراعة هذه الزهرة، حيث عمدنا إلى زراعة الأنواع الأصغر حجما لأن السكان يعيشون في منازل ضيقة وقريبة من بعضها كالمجمعات السكنية والشقق، لذلك فهم لا يستطيعون زراعة الأزهار الكبيرة التي تحتاج إلى حدائق ضخمة. وعلى هامش المؤتمر يعرض العديد من رجال الأعمال منتجاتهم وإبداعاتهم أمام المهتمين بتزيين منازلهم أو المستعينين بزهرة الأوركيد للتعبير عما يجول في دواخلهم، فهي أقدم وأغلى زهرة على وجه الأرض وأكثرها غرابة وجمالا. وبزهرة الأوركيد انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير السياحة يكشف أمام مجلس الشورى عن مرتكزات الاستراتيجية العمانية للسياحة، وأعضاء المجلس يطالبون بمراجعتها. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي تواصل اجتماعاتها بمدينة صلالة وسط تفاؤل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة أطراف الحوار. الرئيس السوري يصف استعادة قواته لمدينة تدمر بالإنجاز المهم بعد معارك خلفت 400 قتيل في صفوف داعش. شكرا على المتابعة، وتقبلوا تحياتي فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.